السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلقات رمضان ورشه الديكور. شفنا الحلقه اللي قبل صوبنا واحد الطبله وواحد المكانه، دونك اللي ما شافش الحلقه يمكن له يرجع. وكنت قلت لكم بان في هذوك المواد اللي شريت بقات هاد الماده هذه ولا هاد الشرجم ولا الطبله، ما عرفتش. المهم يمكن الشرجم هكا صغير، دونك ما كنتش عارفه شنو. واليوم طاحت لي واحد الفكره زوينه غنصوبوا بها واحد الحاجه، دونك خليكم معايا. اللي ما كيعرفنيش، معكم نوال بن جلون، مصممه داخليه كوتش وكذلك فورماتريس وعد المهد. رمضان مبارك سعيد. خليكم معايا، انا غادي نبدا غادي نقيها كيف ما كتشوفوا. خاصنا هكا الكاريط الحرش الصغير الغليظ والرقيق، يعني الصفر والكحل هكا باش نحكو، كذلك طورنوفيس هكا باش الا كان خاصنا نحيدو شي مسمار ولا نحيدو شي حاجه، كذلك باش نحيد هاد الباكيطات هادو باش نوريكم الا كانت شي وحده ناقصه ولا هذا نلصقوها، غادي تعرفوا علاش. كذلك هكا واحد الشيته باش نقيو هاد الوسخ هذا وكل شيء، كذلك القاط ولا بانس باش نحيدو كاع هاد المسامر وهذا، وكذلك بيان سور هذه القطعه ولا السوتوز اللي ما عندوش فيمكن له ياخذ غير منشار. علاش؟ باش نقطع انا هاد البلايص هادو، دونك هادو ما بغيتهمش، بغيت نخلي غير هكا هاد الكادر اللي فيه هكا. كيف ما كتشوفوا انا لقيتها بحال هكا، هادو مهرسين، دونك هنا ما كاينين الجاجات وهنا كاينين جاجات. انا غادي نوريكم شنو غادي ندير بهم، ما شريتش جاجات ولكن شريت واحد الحاجه واحده اخرى، دونك خليكم معايا. انا غادي نوجد هاد المرحله الاولى ديال غادي نقيها نحكها نحيد ليها كاع الوسخ، وغادي ندوزو باش نوريكم كيفاش غادي نصبغها. غادي ندير واحد الباتيني بيض، يعني هي واحد الكوش رقيقه ديال الصباغه بيضه خفيفه هكا باش يبقى يبان هذاك لون الخشب، وكذلك تبان هذيك شويه ديال الصباغه باش ما تبقاش هكا كلها بالخشب. يمكن لكم ديروا اي لون، البيض الكحل الزرق البلو سيال الخضر، هذا كيبقى اختيار. انا اختاريت ندير غير شويه البيض هكا باش تجي بحال شويه مبيضه هكا. دونك خليكم معايا، انا غنبدا المرحله الاولى، غادي نقطع غادي نقيها غنوجدها هكا باش نشوفوا المرحله الثانيه ديال الصباغه كيفاش غنصبغوها. ومن بعد الصباغه عاد غنديزو ندوزو ونشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هذه القطعه هذه ديال الديكور. دونك خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، راه قطعه زوينه من غادي تشوفوها حتى لاخر. الوغ شفتي كيفاش قطعت هذوك البلايص، حكيتهم بالكاريط الحرش نقيناها. هاد البلاصه هادي كانت شويه مقلعه، دونك درت ليها الكوله ديال الخشب، حيدت هاد البيزاغرا اللي كانت هنا باش قدرت نقطعها. دونك هكا وجدات لينا الطبله ديالنا نقيه. دونك غندوزو دابا غنشوفو كيفاش غادي نصبغو. دونك كيف ما كتشوفو صباغه بيضه عاديه وشويه ديال الماء، غادي نخفف هاد الصباغه شويه. دونك غادي تكون جاريه بزاف، بغيت انا تكون هكا خفيفه باش هكا ما تشدلياش في الخشب بزاف. دونك اول حاجه غادي نجي هكا غير من الفوق هكا خفيف ونميه بزاف، يعني ما خصش تكون فيها صباغه بزاف، هكا هي خفيفه. وغير في بعض البلايص هكا غندوزو هاد الصباغه بيضه بشيته هكا خفيفه
وناخذوا الماء عاوتاني ونبقاو ندوزوا بحال هكا، يعني غير داك الشويه ديال الصباغه اللي درنا في الاول مع شويه الماء ونبقاو هكا كندوزوا باش يدخل لينا هذاك البيوضيه في الخشب ديالنا، ما نصبغوهاش بزاف، هذا كيبقى الاختيار، انا بغيتها بحال هكا، ما بغيتش نصبغها كامله، يعني غير داك الشويه ديال البيوضيه، ناخذوا عاوتاني هنا شويه الصباغه وهكا نبقاو غاديين، نديروا شويه الماء وندوزوا، نديروا شويه الصباغه غير في بعض البلايص بحال هكا كيف ما كتشوفوا. حيت انا بغيت هاد لي فيه هذا باتيني، دونك هذا هكا كيتخدم، دونك كنديروا شويه هي ديال الصباغه وكنبقاو غاديين هكا بالماء باش ما تعمريناش كامله، دونك الصباغه كتكون غير في بعض البلايص بحال هكا كيف ما كتشوفوا. ملي غادي نسالي وغادي ندوز غنوريكم هاد البلاصه هادي، دونك غادي نجيو هكا بشيفونه وغادي نحاولوا نمسحوا هكا البلايص بحال هكا بالشيفونه وندوزو عليها باش بلاصه تمسح لينا وبلاصه تشرب لينا الصباغه ديالنا، دونك كما كتشوفوا بحال هكا. بحال هكا ندوزو عليها هكا بشيفونه ولا بونجا ولا باش ما بغيتيو باش هكا يبقى هي هكا داك البيوضيه، انا بغيت بحال هكا باش الخشب شويه يبيض كما كتشوفوا. دونك نوريكم هنا، دونك تنجيو بحال هكا كنمسحو، بانت لينا شي بلاصه باقيه ناقصه ولا بغينا نزيدو نبيضوها فناخدو صباغه ونبيضوها بحال هكا بحال دابا هاد البلاصه هادي انا مازال بغيت نبيضها، دونك نجي بحال هكا ندير شويه تاع الصباغه ونجي نمسحها. دونك خليكم معايا انا غنكمل الصباغه وندوزو للمرحله الثانيه ملي غادي تصبغ كامله وهكا نوريكم شنو غادي نديرو بها. الوغ كيف ما شفتيو صبغنا هذه بالبيض كيف ما كتشوفوا، انا غادي نزيد شويه ديال الخضر غنخضروها، وكتقولوا كيفاش هنا كاينين مرايات وكاينين هنا تصاور، دونك هذه هي الفكره، دونك هاد البلايص هادو اللي خاوين هادو اللي كتشوفوا انا غادي ندير فيهم مرايات، فعاد ما غنمشي نشري جاجات غادي ندير مرايات، والبلايص الخاوين هادو غادي ندير فيهم هكا تصاور، دونك نتوما اللي عندكم تصاور ديال الدراري ديالكم ولا هذا كيمكن لكم تطبعوا اي حاجه تصوروها، وهادو هادوك البلاستيكات اللي كنديروا هكا في ملي كنبغيو نطبعوا شي حاجه وكنصوبوا داك الكتاب ديالنا، هادو علاش باش ملي نحطوا التصويره ديالنا نحطوا هذيك البلاستيكه باش التصويره ما تبقى ليناش هكا كتقاس، دونك هذه هي الفكره، دونك هاد البلايص اللي خاويين غادي نكملهم انا بالمرايات، شي وحدين غادي ندير فيهم هكا تصاور، وشي وحدين غادي ندير فيهم هكا ربيع لا فيجيتاسيون، الا كنتي وعقلتي والحلقه الاولى اللي كنا درنا ديال هكا لي بلونت، دونك غادي نعمر انا واحد بلاصه هكا كامله غتجي بحال واحد الطابلو ديال النباتات هكا اصطناعيه، دونك هذه هي الفكره، وقبل ما غادي ندوز انا ما غاديش نخليها بحال هكا بيضاء، دونك فكرت غادي ناخذ واحد شويه ديال الخضر هكا ناشف بانسو ناشف وغادي نجي غير في بعض البلايص بحال هكا باش نبين بانها هكا شويه قديمه، دونك غير في بعض الاماكن هكا في بانسو كيف ما شفتي وراه درت نقطه صغيره هكا باش هكا تجي هكا واحد المنظر بحال هكا بحال مخزز بحال قديم، هذه كتبقى الاختيار ديالكم، كاين اللي يديرها بالخضر، كاين اللي يديرها بالتركواز، كاين اللي يديرها بالزرق، كاين اللي صبغها كلها هكا بالزرق، انا هذه هي الفكره ديالي، دونك تنجي هكا هب ناشف ناخذي هكا بانسو بلا ما بلا حتى شي حاجه وهكا نمشي هي في بعض البلايص بحال هكا باش نعطي داك الخزوز ديال زعما بحال راه مازال حتى هي قديمه، هذا كيبقى الاختيار ديال كل واحد، دونك كيف ما كتشوفوا هذه هي الفكره، دونك اللي بغى يزيد البيض يزيدو، اللي بغى يدير الخضر يديرو، اللي ما بغاش يخليها هكا، دونك هذه هي الفكره، دونك انا كملت هكا هذا اللون ديالي الخضر، انا بغيت هكا يكون، وغادي ندوزو دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نخدمو المرايات وغادي نخدمو التصاور، دونك اول حاجه كيف ما كتشوفوا وكاع اللي كنعرفوا في البيبان ديال الخشب وهي ان عندنا اللور ديال هكا كيكونوا عندنا واحد الخشبات بحال هكا راه حيدتهم هما هادو، دونك حيدت الاولى خصنا نحيدوهم ولا بد باش نحطو المرايه ديالنا كتحط هي الاولى عاد كنحطو هادو اللي كتعرفوا كاملين هما اللي كيتبتوا لينا، دونك خليكم معايا انا غنحيد هادو هاد الباكيت، دونك انا غنستعمل ثلاثه المرايات نحيدهم نركب المرايه ومن بعد ندوزو نشوفو التصويره ديالنا. الوغ كيف ما شفتي ولصقت انا المرايات كيف ما كتشوفوا هما هادو، دونك هذا هو اللور، دونك لصقت المرايات، دونك دابا غادي نقلبو هذا هو الوجه ديالو،
دونك كما كتشوف هادو هما المرايات وهادو هما الجاجة. دونك قبل ما غادي ندوزو للشكل الثاني، دونك اول حاجه نمسحو هادوك الجاجات والمرايات ديالنا. دونك ناخذ الدواء ديال الجاج والمرايات نمسحو، عاد ندوزو باش هكا نقطعو التصاور ديالنا ونلصقوهم. دونك انا غادي نكمل غادي نمسح باش نحيد داك الصباغه وداك الوسخ كامل هكا باش نحطو التصويره ديالنا نقيه ويكون الخدمه ديالنا نقيه. دونك خليكم معايا انا غادي نمسح نكمل وغادي ندوزو باش نشوفو كيفاش غادي نصوبو التصاور وغادي نلصقو هادوك لي فيجيتاسيون. دونك كيف ما شفتيو انا مسحتها هو طبقات. دونك غادي نجيو ناخذو المقص ديالنا والتصاور ديالنا. دونك ناخذو نعزلو اي تصويره مثلا هذه، دونك هذه فيها 17 على 17. دونك غادي نجيو نحاولو نقطعوها. دونك ناخذو مسطره ولا نجيوه بحال هكا، دونك نحاولو ناخذو البلاصه ديالنا كيفاش غادي ناخذو التصويره. دونك غنجيو بحال هكا نطويوها على قد 17 ولا ناخذو واحد المسطره ونعبروا 17 ديالنا. دونك اللي بغينا. دونك دائما كيف ما كتشوفوا انا ما غاديش نلصقها اللور حيت بغيت ندير هاد البلاستيكه هادي باش بلا ما نحيد الدجاجه ونديروا الخدمه بزاف. دونك انا قررت غير ندير هكا هاد التصويره بحال هكا. دونك غادي نزيد نقص منها هكا شويه وندير البلاستيك ديالي. دونك نقصوا منها من الجناب بحال هكا ونجيو نحطوها هكا في التصويره. نتوما من الاحسن طبعوها على قد العبار ديالكم ولا هكا باش ما تبقاوش كتقطعوا بحال هكا. دونك انا مع غير هكا باش نوريكم كيفاش كتجي. دونك التصويره بحال هكا، دونك العبار ديالها هي هذه. دونك غنزيد نقص منها وعاد ديك الساعه نجيو نقطعوا على حساب العبار اللي بغينا. دونك هذه هي الفكره ديال التصويره. دونك ممكن لكم ديروا تصاور ديال الدراري الصغار ديالكم ولا ديالكم ولا شي سفر ولا شي حاجه. دونك بحال هكا دونك تجي هكا التصويره. كنجيو هاد البلاستيكه هادي حتى هي كنقطعوها هكا على 17 وشويه باش كنجيو نخشيوها وهي اللي غادي تشد لنا التصويره ديالنا. دونك انا غادي نقطع هاد العبارات وخليكم معايا باش نشوفوا كيفاش غادي يجيو هاد الثلاثه. انا غادي نقطعهم ونلصقهم وندوزو للمرحله الثالثه ديال لا فيجيتاسيون. خليكم معايا. دونك كيف ما كتشوفوا حطيت التصاور وكذلك بديت هكا في لا فيجيتاسيون. لا فيجيتاسيون كيف ما شفتيو راه شفناها في الحلقه اللي صوبت بها هذوك الدورات ديال خشبه النباتات، ولكن ما فيها باس غادي نعاود لكم نوريكم كيفاش كيدار. دونك هكا عندكم مريضات عندكم هكا غصونه، كيبقى هذا الاختيار ديال كل واحد. دونك انا خليت جوج باش ندير فيهم هذا الربيع هذا. دونك اول حاجه البيستولي كيف ما كنعرفوا هذا البلاستيك، ومن بعد كنجيو ناخذوا هكا الوريقات ديالنا وكنجيو كنلصقوا هكا شويه في الراس ديالو وكنجيو كنبداو هكا نثبتو فوق الجاجة. ساهل زوين بزاف وما فيهش زعما الخدمة بزاف. دونك اما هكا كنبقاو نعمرو بزاف ولا كنخليوه صغيور. دونك تنجيو هكا ونبقاو غاديين معاها وكنثبتو. بغينا نعمروها بزاف نعمروها بزاف، بغينا نخليوها شوية نخليوها شوية، هذا كيبقى الاختيار ديال كل واحد. انا بغيت نعمرها هكا شوية باش نعطي واحد المنظر بانه هذا كله ربيع. دونك غادي نجي لهنا غادي نكمل غادي نلصق هادي. دونك خليكم معايا غادي نكمل انا هاد الجوج هادو بلا فيجيتاسيون وهكا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد القطعه كيف ما شفتيو. دونك انا استعملت هنا ثلاثه ديال الاشكال. دونك استعملت المرايه استعملت التصاور وكذلك هكا الربيع ديالنا. دونك اللي بغى يدير هربيع يديرو، بغى يخلط المرايه والربيع حتى هي فكره مزيانه، بغى هكا بثلاثه فيديرها بثلاثه. دونك انا غادي نكمل هكا ونخليكم في الاخير نشوفوا كيفاش جات هاد القطعه هادي اللي قلت لكم قطعه زوينه حنا اللي مصوبينها وهكا فكره زوينه مع المرايات جمع التصويره وجمع هكا ربيع. يمكن نديرو هكا في الدخله ولا في الكولوار كتجي زوينه بزاف. نكمل انا ونشوفو كيفاش جات القطعه في الاخر ديال الحلقه. دونك كيف ما شفتيو حنا كملنا هذه ديالنا. دونك هكا هذا هو الريزولطا كيف ما كتشوفوا. دونك عندنا هنا مرايات عندنا تصاور وعندنا هكا فيجيتاسيون. دونك هذا هو ليدي ولا الفكره الاخرى ديال هذه. دونك كتجي طابلو كتجي زوينه. دونك نتوما كيف ما قلت لكم اما بزاف ديال الفيجيتاسيون ولا بزاف ديال المرايات. دونك نتمنى ان هذه الحلقه تكون فاتكم. شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء في اتوليه جديد ان شاء الله وحلقه جديده ان شاء الله.